تهنئتي الحارة والشديدة لجميع المشاهدين الأعزاء لحلول شهر رمضان المبارك. جعله الله شهر خير وسعادة للجميع. بداية أقدم الشكر الجزيل لمنظمة اليسيسكو لمبادرتها الطيبة في التواصل مع متابعيها في نقل معلومات الثقافة بشكل عام بأقطار العالم العربي والإسلامي. وهذه بادرة الحقيقة تشكر عليها اليسيسكو، وإن شاء الله تكون بداية خير. حديثي عن التراث، والتراث الإنساني معلوم أنه هو خلاصة إنتاج الفكر الإنساني الذي قامت به مختلف حضارات الكون. نعلم جميعا أن الحضارة الشرقية، حضارة الصين الشرقية والهند وحضارة اليونان والحضارة الإسلامية، جميعها أنتجت تراثا غزيرا، وجميعها تلاقحت وأفادت واستفادت وكونت تراثا عظيما للعالم أجمع. وبالتالي أصبح معروفا لدينا اليوم أن الحضارة، على سبيل المثال، أن الحضارة الإسلامية استفادت من الحضارة اليونانية كثيرا، وشربت رحيقها ومزجتها بما لديها من أفكار، وأنتجت أيضا تراثا عظيما نحن إلى اليوم نشرب منه ونستقي منه ونستفيد منه، وأيضا ننقل فائدته للأجيال التالية. الحضارة الإسلامية معلوم أنها وهي آخر حضارة نشأت في الفترة الماضية، فقد أنتجت هذه الحضارة تراثا واسعا. عندنا نستطيع نقول آلاف العلماء والمفكرين الذين ظهروا خلال الفترة الماضية وأنتجوا إنتاجا غزيرا. ومن منا لا يتذكر أبو الحسن بن الهيثم، من منا لا يتذكر الشيخ محمد بن العربي، من منا لا يتذكر الفارابي والمعري، والآلاف الآلاف من العلماء الذين امتصوا أولا من التراث القديم، وأيضا استفادوا من التراث الإسلامي، من الفكر الإسلامي، وأنتجوا علما غزيرا. ابن سينا ما زالت كتبه تدرس إلى العهد قريب جدا في جامعة الطب في كل العالم. والشيخ الأكبر محمد بن عربي ما زال تراثه يظهر أولا بأول، حتى اليوم لم يظهر بشكل كامل حتى الآن، ولكن يظهر أول بأول، ويستفيد منه المفكرون، ويستفيد منه الباحثون، ويستفيد منه العلماء في مختلف أرجاء المعمورة. الواقع دعونا نضع أيضا لمسة أو نضع فكرة بسيطة عن الشيخ محمد بن عربي، وهو من سماه المسلمون الشيخ الأكبر، وأعطوه هذا اللقب الذي يكاد يكون منحصر فيه. الشيخ الأكبر محمد بن عربي هو أساسا يمني الأصل، من أصول يمنية، من مواليد الأندلس. نشأته في المغرب العربي أولا وادي الأندلس، ثم معيشته الأخرى في المشرق حتى وفاته في دمشق. وفي دمشق طبعا زار المنطقة الإسلامية كلها، فهو عالمي المنهج، عالمي الأسلوب في كتبه. طبعا مؤلفاته زادت عن 450 مؤلف إلى الآن، جميع حضارة الكون مستفيد منه. وحتى أصبح على، لو بحثنا في أي مكان في أي جامعة في العالم عن الشيخ الأكبر، لو وجدنا اسم الشيخ الأكبر محمد بن عربي معروفا عند علمائه. الشيء الملاحظ والجديد أيضا فيه أنه الشاعر العربي الأول، وهذا اكتشاف جديد ظهر مؤخرا، الشاعر العربي الأول في كمية الإنتاج لم يسبقه أحدا من علماء الشعر من أدبائنا العرب والمسلمين. فحقيقة عندما نبحث في التراث، إنما نبحث عن الأصالة، نبحث عن الماضي، نستفيد من رونقه في بناء الحضارة التالية والقادمة. وهكذا سيتواصل هذا التراث إلى أبد الآبدين. ولا بد أن يسجل التاريخ أن تراثنا العربي الإسلامي يمثل نقطة بارزة ومضيئة يستفيد منها العالم كله، تستفيد منها البشرية كلها. السلام عليكم ورحمة الله.